بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة ورؤساء الوفود، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر من 7 أشهر وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحصد أرواح عشرات آلاف الأطفال والنساء والرجال من أبناء شعبنا في قطاع غزة. أكثر من 120,000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، سقطوا شهداء وجرحى، وأكثر من 70% من المساكن والمنشآت في قطاع غزة دمرت بالكامل، كل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق، حيث استخدمت أمريكا الفيتو 4 مرات خلال هذه الفترة، 3 منها لمنع وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومرة لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. أما في الضفة الغربية والقدس فقد واصلت دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين. فإلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلي؟ ومتى تنتهي هذه المأساة ويتحرر شعبنا ودولتنا من الاحتلال؟ في خضم كل هذا نحن لا نزال نؤدي واجبنا تجاه قضيتنا ودولتنا وشعبنا، وقد شكلنا قبل أسابيع عدة حكومة جديدة من الكفاءات الفلسطينية للقيام بمهامها خدمة لأبناء شعبنا ولتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح والتطوير المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني وإعادة الإعمار. ورغم أن هذه الحكومة قد استقبلت بترحاب من العالم، إلا أنه لم يقدم لها أي دعم مالي كما كان متوقعاً، كما لا تزال إسرائيل تحتجز أموالنا، ما يجعلنا في الحقيقة في وضع حرج للغاية. لقد أصبح الوقت ملحاً لتفعيل شبكة الأمان، أيها الإخوة، شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها، كما لابد من مطالبة الولايات المتحدة الراعي الأساس لإسرائيل بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحجوزة، وأن تتوقف هي نفسها عن استعمال الفيتو ضد شعبنا، وأن تلتزم بالقانون الدولي وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير. صاحب الجلالة، الأخوات والإخوة، قبل 7 أكتوبر الماضي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقطاع حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وحتى تضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولقد جاء موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الدولية ليصب في خدمة هذا المخطط الإسرائيلي، كما أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم في 7 أكتوبر وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا. نحن
لم تخف علينا نتائج ذلك ومآلاته، ولذلك أعلننا موقفاً واضحاً وصريحاً فقلنا: أولاً، نحن ضد استهداف المدنيين، كل المدنيين بشكل مطلق. ثانياً، أولويتنا الأولى هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، لأن كل يوم يمر في حوارات عقيمة يعني خسارة 100 شهيد يومياً وأكثر منهم جرحى في قطاعنا العزيز. ثالثاً، لابد من زيادة وصول المساعدات الإنسانية لأهلنا في القطاع، لأن من لم يمت بالقنبلة يموت جوعاً أو عطشاً. رابعاً، منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خارج بلادهم، لا نريد أن تتكرر مأساة 48-67. البدء فوراً بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، وذلك بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة أسوة بقية شعوب العالم، والاعتراف بها من الدول التي لم تعترف بها حتى الآن، والذهاب لمفاوضات تنهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية حتى خطوط عام 1967. صاحب الجلالة والفخامة والسمو، رغم الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن مواقف الشعوب، الآن نتكلم عن الشعوب بما فيها الشعب الأمريكي والكثير من الدول، أصبحت أكثر التزاماً بالعدالة والقانون الدولي وأكثر رفضاً وإدانة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على شعبنا. نحن نشيد بما يشهده العالم وبخاصة الجامعات في أمريكا وأوروبا من احتجاجات رافضة للعدوان وللاحتلال الإسرائيلي ومناصرة لحقوق شعبنا في صحوة تسجل للشعوب المحبة للسلام حول العالم. كما نشيد بالدول التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين من دول حوض الكاريبي، ونقدر عالياً الدول التي صوتت لصالح رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة إلى دولة كاملة العضوية، وحصلنا على 143 صوت. صاحب الجلالة، الإخوة القادة أمام الرفض الإسرائيلي للسلام ومبادرة السلام العربية واستمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة وممارسات حكومة الاحتلال هادفة للتدمير مؤسسات دولة فلسطين باقتطاع وحجز أموالنا، الأموال لنا هي مش يعني ليست منحة من إسرائيل، هي تجمعها لنا وباسمنا، وتكثيف الاستيطان واعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين على أهلنا في الضفة والقدس ومقدساتنا فيها، فقد قررنا استكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونطلب من الأشقاء والأصدقاء مراجعة علاقاتهم معها وربط استمرارها بوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته والعودة لمسار السلام والشرعية الدولية. في الختام، أتقدم لأخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على استضافة هذه القمة، كما أشكر المملكة العربية السعودية على حسن قيادتها للدورة السابقة للقمة، وأشكر القادة الأشقاء على دعمهم المستمر لقضيتنا الوطنية، وأتقدم من خلالكم بالتحية لشعوب العالم الحر التي وقفت إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة، والسلام عليكم ورحمة الله.